دلوقتي عبر الهاتف كابتن محمد عبد الجليل نجم الاهلي السابق. يا مساء الفل على حضرتك. مساء الفل يا سيما، ازيك؟ الله يخليك. اكيد مباراه مهمه جدا بيستعد ليها النادي الاهلي، ويمكن دلوقتي النادي الاهلي زي ما احنا عارفين موقفه مش احسن حاجه، بيمتلك فقط 4 نقاط وعنده منافسه شرسه جدا ما بين باقي الانديه، بخلاف طبعا سان داونز اللي بيمتلك 10 نقاط وبيتصدر المجموعه. هزيمتين بقى يعني ما كانش ليهم اي لازمه قصاد سان داونز سواء في الذهاب او في الاياب. حضرتك شفت اللقاءات دي ازاي؟ يعني المستوى لعيبه النادي الاهلي في بطوله افريقيا السنه دي ما يطمنش، وده برضو نحط عامل كبير على الاجهاد او الاشباع. يعني معظم لعيبه الدوري والانديه كلها اللي رجعت مع المنتخب جالهم حاله من الاشباع شويه بعد بطوله افريقيا، او كانوا واصلين لمستوى عالي قوي، فالطبيعي اللي بينزل المستوى شويه. انا شايف لعيبه النادي الاهلي الدوليه وغير الدوليه حاسس ان في مش تراخي، اجهاد، الفريق لا يملك الا غير 11 12 لعيب جاهز بس، بقيه اللعيبه كلها راجعه من اصابات، زي محمد محمود، زي بعيد محمود متولي، زي حسين مش في احسن حاله، طاهر مش في احسن حاله، برشتاو مش في احسن حاله، فاغلب اللعيبه بعيد عن المستوى، وده اللي الاهلي فيه الصوره يحذر اللعيبه، لان مباراه المريخ اللي جايه، المريخ يوم الجمعه ان شاء الله ولا صحيح. الهلال. طيب كابتن عبد الجليل، يمكن قبل اللقاء الاخير لسان داونز مع النادي الاهلي وللاسف منيا في النادي الاهلي بهزيمه، يمكن الكل كان متوقع عكس كده تماما، خصوصا بعد فوز النادي الاهلي في مباراتين متتاليتين في الدوري المصري الممتاز بنتائج كبيره. يمكن قصاد فاركو كانت النتيجه 4-1، قصاد بيراميدز كانت النتيجه 3-0، فيمكن الكل كان متوقع ان نشوه الفوز في الدوري دي اكيد يعني هتنعكس كمان على بطوله دوري ابطال افريقيا قصاد سان داونز الجنوب افريقي، لكن للاسف ده ما حصلش. ده حقيقي، وعايزين نفرق ما بين الدوري المحلي وبطوله افريقيا. بطوله افريقيا فيها فرق دلوقتي شيماء مستواها متحسن جدا. فرق افريقيا دلوقتي كله بيشتغل، كله بيجيب لعيبه، كله بيصرف. انا مش عايز اقيس الدوري المحلي على بطوله افريقيا، وده الواضح ان السنه دي بالذات، يعني يمكن السنين اللي فاتت الاهلي بطل ابطال افريقيا، الزمالك كان قبل كده خد الكونفدراليه، يعني احنا كنا مسيطرين، ولكن الفتره ديت في تقدم للفرق الافريقيه. يمكن مباراه سان داونز فرقه كوره بتلعب كوره حلوه. احنا نقول الاهلي كسب بيراميدز 3، وبيراميدز ال 15 فريق في افريقيا المصنفين، او من 10 فرق المصنفين في افريقيا دلوقتي. صحيح. ولكن انا بقول لك ان بيراميدز عمل ماتش حلو برضو على الاهلي وضيع اجوان. الاهلي عرف يخطف مباراه بيراميدز، يعني الاهلي برضو ما كانش في احسن حاجه عنده، ما وصلش للجون بالغزاره بتاعت كل مره، هو وصل 5 مرات جاب 3 اجوان، في توفيق، في تركيز، في كل حاجه. انا بقول لك ان لعيبه الاهلي دايما لما تتحط تحت ضغط يحسوا المسؤوليه. طبعا هم 4 والمريخ 4 والهلال 4، فرص متساويه. صحيح. الاهلي على الورق عشان عنده مباراتين هنا في مصر، فهي دي اسهل شويه، ولكن لازم حذاري. بس انا بقول لك ان النادي الاهلي ولاعيبته بيعرفوا الاوقات الصعبه، بيرضوا جمهورهم، بيرضوا نفسيهم، ان شاء الله هيعدوا، هيصعدوا وتبقى ان شاء الله. بس انا بقول لك لحضرتك ان الاهلي محتاج لعيبه السنه الجايه كبير، يعني 4 5 لعيبه تقال. طب عايزين نتكلم قبل ما نتكلم بس عن المراكز اللي من وجهه نظر حضرتك محتاجه تدعيم جوه صفوف النادي الاهلي، خلينا نتكلم عن بيرسي تاو. ويمكن في انتقادات كتيره جدا طالت اللاعب ده بالاخص بعد مباراه سان داونز الجنوب افريقي، شفت ده ازاي؟ والله شفت، اصل هو لما جه يمكن انا من الناس اللي قلت هو لعيب كويس بس سوبر. ناس اتغرت في الماتشات المحليه والاهداف اللي جابها، هو لعيب كويس يا سيما، انما مش سوبر اللي هو يشيل النادي الاهلي، مش فلافيو، مش البيرتو، مش علي معلول، الناس اللي شالت. بس كابتن محمد عبد الجليل لو نفتكر كده فلافيو قعد فتره كبيره قوي 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 عشان يظهر بالمستوى الصح او مع النادي الاهلي، يعني هو المستوى اللي كان الكل متوقعه مع النادي الاهلي، مش من اول مراحل النادي الاهلي، مش كده؟ طبعا قعد سنه كامله. بيرسي تاو دلوقتي داخل في 6 شهور اهو. الماتشات الثقيله الصعبه ما بلاقوش فيه، الاقيه في الماتشات السهله. بيجي جوان، بيلعب، مش عارف ايه، لان النادي الاهلي كمان الفرقه بتبقى فايقه.
طب انا دلوقتي اللعيبه مش فايقه، انا جاي لعيب افريقي او لعيب دولي او لعيب محترف يجيله دلوقتي عشان يشيلني واللعيبه واقعه. ما هو انا ما استناش، هو اللعيبه مستواه منخفض بينخفض معاهم، صحيح مستواه عالي بيعلى معاهم. صحيح. لا انا محتاج لعيب، وانا الثلاثه اربعه في الملعب واقعين زي ايام علي معلول لما كان فايق قوي النادي الاهلي لوحده، صحيح مش شايل النادي الاهلي. صحيح. نوعيه اللعيبه المؤثره اللي هي ممكن تشيل الفرقه كلها في حاله ان الفرقه مش في يومها او مش موفقه او ده حقيقي، انما ما استناش الفرقه تبقى فايقه عشان افوق. انا صحيح. جايبك محترف واخد مكان ناس مصريه كتير، وانا بقول لك ان اختيارات المره دي لا مش موفقه قوي، وحذاري من وكيله موسيماني اللي هي زوجته ان هي بتجيب لعيبه اللي موسيماني بيقول عليها، يعني انا سامع ان هم عايزين يفكروا في اللعيب الناميبي بتاع، لا برضو ده مش مستوى النادي الاهلي، ده مش فروه النادي الاهلي. انا عندي قد حسام حسن اربع خمس ماتشات ورا بعض، وانا هشوف حسام حسن هداف النادي الاهلي، هداف الدوري، هداف بيعرف يجيب جول، بدل ما اروح اجيب من بره واقعد استنى عليه. طب ما انا عندي لعيب جاهز اسمه حسام حسن. لسه كنت سألك عن حسام حسن وشايفه ازاي، وشايف هل وجوده او هل ممكن يكون وجوده اساسي في الفترات القادمه، ولا فعلا الافضل ان النادي الاهلي يبتدي ان هو يدور على لعيب سوبر اجنبي في الفتره اللي جايه؟ لا 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 ليه يدور ليه؟ لكن انا عندي لعيب اي فرقه تتمناه، بس فيما انا لعيب كوره لما بقعد اصدي على الخط، لما بنزل الملعب مش اول كره هجيبها جول، ثاني كره هجيبها جول، انا لازم اخد اربع خمس ماتشات عشان صحيح. يعني حضرتك مش مع طريقة التعامل بتاعت موسيماني مع حسام حسن؟ لا خالص خالص. حسام لازم تفهموا ان هو لعيب كبير، لعيب لو خد، طبعا كل مدرب له وجهة نظر، بس انا بقول لك احنا كلنا محدش يختلف على حسام. حسام لما ضيع الكره الاخيره دي الناس هجمته، انا بقول لهم لا حسام لو الكور دي لما كان بيبقى فايق وبيلعب ورجليه في الملعب كان بيجيبها وهو عينيه مغمضه الكره اللي ضاعت، فمحملينه لا 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 لا، الولد ثقته رايحه، الولد مهزوز، الولد لازم ياخد فرص، لازم يحسسوه لا ده نجم لازم يلعب، لازم لازم. هتقولي لي شريف موجود، لا شريف يقعد شويه ما يجراش حاجه، يلعب هو ايه، يلعبوا الاثنين مع بعض، يعني باي طريقه لازم ادخل حسام حسن، ما اعملش زي ناصر ماهر افضل استبعده استبعده لغايه لما مشي خالص. ناصر من اللعيبه الموهوبه في مصر، صحيح النادي الاهلي صحيح. محتاج لكل واحد مهاري، محتاج لكل واحد دلوقتي. انا مش عارف حسين الشحات هيفوق امتى، مش عارف طاهر يمكن، انا بقول ان طاهر يعني انا عايزه مستواه ما يعني ما يقلش عن كده وخلاص، يعني هو امكانياته طاهر محمد طاهر مش الواو قوي، ولكن لما بيفوق بيبقى مفيد، فانا مش عايزه ينزل عن كده. طيب المراكز اللي حضرتك يعني ذكرت ان هي لازم يتم تدعيمها الفترة اللي جاية دي او في الانتقالات القادمة، مين؟ بصي احنا طول عمر الاهلي بيدور على فيرود، بيدور على تحت الفراوده، لا انا وحضرتك رفضت فكرة الفيرود الناميبي اللي كانوا بيتكلموا عنه الفترة اللي فاتت؟ لا خالص خالص، مش مستوى النادي الاهلي. انا ما هرجع تاني ل 20 سنه ورا، كل ما يجيب فيها جون اجيبه. زمان كان اي حد يجيب جون في الاهلي يقول لك هاتوه اتفاوضوا معاه، اتفاوضوا مع ميسيوني عشان عمل ماتش جامد جدا على الاهلي، وانا مش شايف ميسيوني خالص. برضه الولد ده جاب فينا جون النميري، هو لعيب كويس، بس انا بقول لك انا عايز لعيب سوبر، عايز واحد يشيل النادي الاهلي 5 6 سنين، هو ده الهدف. انا شايف ان احنا محتاجين باك رايت مع هاني مع كريم، لازم باك رايت كبير تهرب. هاني كريم اللي كنت شفتي بعيد على الماتشات لما لعب يا عيني صحيح جاله شد، محتاجين باك ليفت، لان علي لو اداك السنه دي مش هيديك السنه الجايه، محمود وحيد بعيد قوي برضه، صحيح. محتاجين ديفندر مكان ديانج، لان ديانج ماشي ماشي السنه الجايه، صحيح اي حد محتاجين ماشي، وحمدي وسليه لوحديهم، محتاجين لعيب مع قفشه صانع لعب بلاي ميكر مش واحد على الطرف، لا محتاجين لعيب كوره، يعني محتاجين اربع خمس صحيح لعيبه تقال، تقال مع اللعيبه الثقيله اللي في الملعب، اللعيبه استهلكت، صحيح استهلكت 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 استهلكت، يمكن رجوع عبد المنعم دي حاجه ممتازه، ولكن عبد المنعم انا عايزه ما السكينه ما تسرقوش،
زي ابو جبل من ساعه بعد كاس الامم دماغه كبرت وعايز هنا وعايز هنا، ابتدى مستواه ينزل منعم طب الثقه لو فيه. احنا سالنا حضرتك من وجهه نظرك كلاعب كره قدم سابق عن يعني السبب الاختلاف اللي شفناه كبير في مستوى ابو جبل من بعد بطوله امم افريقيا للدوري الممتاز او لحتى دوري ابطال افريقيا، شفت ايه السبب في التراجع ده من وجهه نظر حضرتك؟ وجهة نظري ابو جبل لعيب جون كبير قوي، ركز موهوب تحت الثلاثة شباك، ولكن غصب عنه وكان بعيد عن الصوره مره واحده اتسلطت عليه الاضواء، برامج هنا وبرامج هنا ويطلع هنا ويصرح هنا وعايز اروح هنا وعايز اجدد كل ده. انا كلاعب كوره الملعب ده خليته اخر حاجه، الكوره غداره، الكوره بص تحبيها تجيب طبعا السيزون طبعا تدوسي عليها وتتمرمضي عليها بتجيب تحتيها طبعا. يعني انت شايف ان لحظة. الفترة اللي بيعيشها دلوقتي ابو جبل هي بس مجرد فترة تشتيت ذهني مش اكتر؟ لا، هو لعيب جون كبير، لا، موهوب، اكيد انما اكيد. التشتيت الذهني وانا اتكلمت فيه كتير، يا رب يسمع لي كويس، ومش لازم لما ننقد يبقى احنا بنجرح في حد، لا انا بنقد عشان بحبه وشايف فيه جون كويس. اكيد اكيد لما بتكلم على لعيب اكيد. زي وكلنا قدمنا له الدعم الكامل والمساندة الكاملة خلال بطولة أمم أفريقيا، وحقيقي كان يستحقها، وحقيقي يعني هو ساهم كتير قوي في النتائج الإيجابية اللي عملناها في مباريات أمم أفريقيا حتى لو ما كناش وفقنا في المباراة النهائية. لازم اكمل. اللعيب السوبر والستار يا سيما لازم يقعد سنتين ثلاثه سوبر، يمكن كل 10 ماتشات يبقى مستواه قليل في ماتش بس يرجع تاني، انما ما يبقاش اعمل ماتشين ثلاثه كويس قوي وبعدين انزل ماتشين ثلاثه صحيح. ورا بعض باربعه. الثبات على المستوى يمكن هو ده الفرق بين أي لاعب وبين مثلا لو نحط على سبيل المثال محمد صلاح. لا محمد صلاح القمر فوق، عشان حد يطلع له لازم يركب صاروخ، والصواريخ مش موجوده دلوقتي، يعني الطياره مش هتوصل. محمد صلاح ربنا يحميه ويسترها ويبقى ان شاء الله الاصابه بسيطه بتاعته، يا رب يا رب ان لا شاء في الله. حته فوق يعني انت فاهماني، فاحنا محتاجين لاعيبتنا بس تركب طياره وتقرب شويه بس. كابتن محمد عبد الجليل نجم الاهلي السابق اكيد نورتنا النهارده في اخبار اون تايم، اكيد طبعا سعدت جدا بوجود حضرتك معانا. نطلع لفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم بقيه فقراتنا هنا في اخبار اون تايم.